زيارتنا إلى مستشفى 400 سرير التركي الموجود في محافظة كركوك التي تلكأ العمل به أكثر من سنوات. تاريخ المباشرة كان 2011، المفروض كان ينتهي بعد 3 سنوات، لكن أحداث داعش أخرت الإنجاز. حاليا أكو مرحلة أخرى للإنجاز، حاليا يعملون الشركتين تعمل وإحنا عن قرب نتابع القضية. المشروع تقريبا 9 طوابق بيها يعني فعلا أجهزة حديثة، لكن تلكؤ العمل أكيد يخلينا نراجع هذا الأمر. وزيارتنا اليوم كان أيضا دعم لهم، في نفس الوقت متابعتنا عن التأخير. التأخير أسبابها كثيرة، قسم منها من الوزارة، لأن المشروع أساسا وزاري يعني من الحكومة، مو مشروع محافظة. نبقى احنا نتابع هذه القضية، وراح نفاتح الشركة بأقصر وقت ممكن حتى نقدر ننجز المشروع خلال الفترة القياسية اللي معتمد عليه. حاليا الإنجاز لازم يكون 2023، 2023 ما نقبل بأي عذر ما مقبول بها، يعني فترة نهايتها يعني بعد ما ممكن. راح إن شاء الله ينجزوا الشركة والموجودين. حقيقة نتابع القضية، نتمنى أنه تنجز. دائرة المهندس المقيم لصحة كركوك أيضا متواجدين بالمستشفى بالموقع العمل، مستمرين بهذا العمل، وإحنا أيضا ننشد على إيدهم رئاسة صحة كركوك، تابعوا العمل، أي جزئية تصير بهذا الخصوص. عندهم مشاكل، بعض المشاكل فيها سيطرات ما سيطرات، أيضا عندهم مشاكل الفيزا الموجودة، العمال الموجودين ما يقدرون يعني يدخلون إلى كركوك، فيها مشاكل في التأشيرة. هذا أيضا إحنا نحس مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.